أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: صفة الخداع، المكر، الملل وغير ذلك من الصفات، ما العلة في عدم وصف الله تعالى بها؟ يوصف الله بها لأنها جاءت في القرآن، لكن هي في حقه غير هي في حق المخلوقين، لأن في حق المخلوقين مذمومة لأنها ظلم وعدوان، أما في حق الله فهي عدل ومجازات يحمد عليها سبحانه وتعالى.